النهاردة أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جون بايدن سيزور كل من مصر وكمبوديا وإندونيسيا خلال الفترة من 11 ل 16 نوفمبر المقبل، وأنه هيحضر يوم 11 نوفمبر المؤتمر 27 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغيير المناخي في شرم الشيخ بمصر. خلونا كمان نطمن على الاستعدادات لهذه القمة وما يتم في شرم الشيخ حالياً. هناك احنا معانا الكاتب الصحفي الاستاذ تامر اسماعيل. اهلا بحضرتك يا استاذ تامر. اهلا بحضرتك يا استاذ عبد الفتاح وبكل مشاهديك الكرام. عايزين نعرف من حضرتك كده اخر استعدادات مدينه شرم الشيخ لمؤتمر المناخ كوب 27. طيب يعني خلينا اقول لحضرتك برضو للمتابعين، اللي راح شرم الشيخ قبل كده عارف شرم الشيخ وعارف جمالها وعارف يعني تفاصيل هذه المدينه، عارف خليج سوهو وخليج نعمه وخليج النبق كل حاجه هناك. الدنيا اتغيرت، الدنيا اتغيرت تماما 100%. مدينه شرم الشيخ اصبحت بالفعل مدينه عالميه. خليني اقول لحضرتك العنوان الرئيسي اللي المسؤولين حاطينه لمدينه شرم الشيخ: مدينه نظيفه متطوره رقميه مؤمنه صديقه للبيئه. عايز اقول لحضرتك الخبر المهم انه سيتم اعلان مدينه شرم الشيخ هي المدينه الصديقه للبيئه الاولى في الشرق الاوسط، ده بالتزامن مع انعقاد قمه المناخ. فالعنوان حاجه جميله جدا طبعا، وده مش مجرد عنوان يا استاذ عبد الفتاح بيتقال، ده تفاصيل ضخمه وعمل شاق ومجهود كبير على مدار 5 شهور. اللي هينزل شرم الشيخ يمكن الاسبوع ده مش هيشوف عمال في الشارع، لكن على مدار الايام اللي فاتت كان لازال العمال والفنيين والمهندسين موجودين في كل شوارع شرم الشيخ على مدار 24 ساعة شغل في كل المجالات. هقول لك في أرقام سريعة عشان برضو الناس تبقى عارفة حجم الإنجاز اللي بيتم في مدينة شرم الشيخ واللي رصدناه في زيارتنا. رقم واحد، رص 230 كيلو متر طولي في مدينة شرم الشيخ بالكامل. رقم اتنين، مدينة شرم الشيخ محاطة بسور مؤمن تماما على مساحة 26 كيلو متر. رقم ثلاثة، اللي هيمشي في شوارع شرم الشيخ في أي منطقة هيبص فوق هيلاقي كاميرات بانورامية في كل مناطق شرم الشيخ، 250 كاميرا بانورامية بترصد كل دبة نملة بتحصل في مدينة شرم الشيخ، وكلها بترجع إلى مركز إدارة أمني موحد بيرصد كل التحركات داخل المدينة. فيما يخص موضوع الزراعة والتشجير والتحول للأخضر، مدينة شرم الشيخ اتزرع فيها على مدار ال5 شهور اللي فاتوا 3000 نخلة و40000 متر مربع زراعة خضراء في مدينة شرم الشيخ. زي ما حضرتك قلت في بداية حديثك إنه شرم الشيخ مشهورة بميادينها وشوارعها الجميلة، تخيل بقى كمان لما الميادين دي يضاف إليها 15 ميدان جديد في مدينة شرم الشيخ كلهم على أحدث التصميمات العالمية وبأشكال مختلفة وبتصميمات مختلفة تماما. احنا بنتكلم على مدينة تضاف لميادينها 15 ميدان جديد. ده حاجة كتيرة، 15 ميدان دي مش حاجة قليلة يا جماعة يعني. بالظبط، لك أن تتخيل إن أنت كل منطقة بتمشي فيها بتلاقي ميدان في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال. خلينا مثلا نتحدث عن موضوع الطاقة. شرم الشيخ دي فيها أو كان فيها طبعا محطات وقود. دلوقتي شرم الشيخ فيها 13 محطة وقود، منهم 10 محطات جاهزين للوقود بكافة أشكاله، بنزين، كهرباء، غاز. يعني 10 محطات هتدخل فيهم حضرتك ايا كان السياره او العربيه اللي انت بتقودها وطريقه تموينها هتلاقي المحطه دي مجهزه ل 10 محطات فيها كهرباء وغاز وبنزين. طبعا بنتحدث عن مثلا وسائل النقل في مدينه شرم الشيخ، اسطول اتوبيسات جديد بالكامل، 140 اتوبيس جديد. والفكره هنا مش الرقم بقى، مش ال 140 اتوبيس، الفكره في طريقه التشغيل. لا يا استاذ عبد الفتاح، اللي هينزل شرم الشيخ ويركب الاتوبيس هيشوف تجربه كانه في اتوبيس سياحي. اولا الاتوبيسات كلها بتعمل بالغاز وبالكهرباء مش بالبنزين خالص، تمام؟ يعني تشغيلها بالكهرباء والغاز. بالظبط كده. رقم اتنين، حضرتك اول ما بتركب عندك اختيار، عايز تدفع كاش بتدفع كاش، عايز تدفع فيزا بتدفع فيزا. رقم ثلاثة، الاتوبيس بالكامل مراقب بالكاميرات الداخليه. رقم 4، خط سير ثابت مراقب بكاميرات تحكم. رقم 5، الواي فاي فائق السرعه في كل اسطول الاتوبيسات. رقم 6، لا
لو حد من اهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصه عايز يركب، كل الاتوبيسات هناك بقت مجهزه انه السائق بيقف بيفتح جهاز بينزل على الارض بيقدر من خلاله الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصه يطلع بالكرسي المتحرك بتاعه او ايا كانت الطريقه. رقم 7 يو اس بي في كل المقاعد، عايز تشحن، عايز تستخدم واي فاي، عايز تشحن موبايل، تشحن لابتوب باليو اس بي. يعني بصراحه حاجه عظيمه موجود، يعني حاجه في منتهى الجمال الحقيقه. واستعدادات الفنادق يا استاذ تامر؟ طيب للاقامه للفنادق، اولا الفنادق في شرم الشيخ بقت في منتهى الجمال والروعه، كلها على استعداد تام لاستقبال ضيوف مصر اللي هيحضروا قمه المناخ. 100 فندق في شرم الشيخ كلهم تم تجهيزهم بالطاقه الشمسيه، مفيش فندق فيهم بيعمل بال 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 بالكهرباء العاديه، كلها كهرباء طاقه شمسيه. 100 فندق كلهم بانترنت فائق السرعه، كلهم اصدقاء للبيئه، مفيش اكياس بلاستيك، مفيش منتجات بلاستيك، كلها منتجات صديقه للبيئه. خلينا مثلا احكي لك التاكسي، التاكسي العادي اللي احنا بنشوفه في شوارعنا هنا في القاهره، هتروح شرم الشيخ هتشوف حاجه ثانيه تماما، مش تاكسي. هنشوف ايه بقى؟ اولا هتركب، اول ما هتركب حضرتك برضو نفس الفكره، عايز تدفع كاش ادفع كاش، عايز تدفع فيزا بتدفع فيزا في التاكسي، دفع الكتروني. رقم 2 التاكسي مراقب بكاميرات صوت وصوره، يعني حضرتك قاعد بتتحدث مع السائق او بيتحدث معاك، في كاميرا مسجله كل الرحله صوت وصوره. ليه بقى؟ اولا تامين للسائح، ثانيا عشان لو حصل اي حاجه ممكن تضايق السائح الراكب اللي موجودين اللي في الطريق، لانه الكاميرات كمان بترصد خط سير التاكسي، كل ده بيتراجع. وانا عايز اقول لحضرتك وانا بتحدث مع المحافظ قال لي من امبارح كان لسه جاي لي وقعه انه حصل مشكله في تاكسي ما، جبنا التفريغ بتاع الكاميرات شفنا مين اللي غلطان ومين صاحب الحق، حسبناهم خلص الموضوع. فانت متخيل التحكم الرقمي والتكنولوجي؟ طبعا دي حاجه راقيه وتكنولوجيا عاليه جدا كمان في وسائل النقل هناك بصراحه. وكمان ايه، يونيفورم ثابت لكل سائق التاكسي كمان، يعني مفيش سائق تاكسي لابس غير التاني، كلهم يونيفورم ثابت. كل التاكسيات هناك كلها طب هو التاكسيات ديت تبع الدوله ولا تاكسيات خاصه يا استاذ سامي؟ تاكسيات خاصه يا فندم. لكن طب واليونيفورم طيب يعني هم بيروحوا يستلموه منين؟ المحافظه اللي بتوزع عليهم يا فندم وهي اللي مجهزه كل التفاصيل دي. يعني هو كل واحد يخرج من بيته ويكون يطلع المحافظه ياخد اليونيفورم ويبقى محتفظ بيه ويشتغل بيه. اولا بتاخد تصريح امني، اتفضل ادي التصريح الامني. رقم 2 حضرتك محتاجين نجهز التاكسي بتاعك حسب المواصفات بتاعتنا، هتركب الكاميرا، هتلبس اليونيفورم، هتلتزم بالقواعد بتاعتنا، هتلتزم بالاجره اللي بتدفع بضوابطها، مفيش حاجه اسمها مصري واجنبي. حضرتك اجرتك كذا، بتاخدها بالمصري كذا، بتاخدها بالعمله الاجنبيه كذا، لا في زياده ولا في نقصان. والله حاجه هايله، لان الحاجات دي كلها كانت بتطفش السياح. بالظبط. عايز اقول لحضرتك كمان حاجه مهمه جدا، فكره الهويه البصريه، مشروع الهويه البصريه. انت لما تمشي بشرم الشيخ دلوقتي اي شارع، اي عمود نور، اي لافته، اي وسيله مواصلات، اي شركه، اي مبنى، كلهم هويه بصريه واحده. عشان نشرح الناس الهويه البصريه، يعني حضرتك بتشوف، نزلت شرم الشيخ واتفرجت وشفت، هتسافر مجرد ما هتشوف اللوجو بتاع شرم الشيخ او الهويه البصريه دي في اي مكان في اي حاجه هتفتكر شرم الشيخ، فهيبقى في ربط ذهني وبصري طول الوقت للناس بهذه المدينه الجميله واللي بيحصل فيها. عايز اقول لحضرتك انه مثلا تم انشاء محطه طاقه شمسيه خصيصا للمؤتمر، لمؤتمر المناخ باذن الله. كافه اعمال مؤتمر المناخ هتبقى بتضاء وبتعمل بالطاقه الشمسيه النظيفه. محافظه جنوب سيناء ومدينه شرم الشيخ، اي مواطن ساكن في شرم الشيخ عايز يشغل بيته بالكهرباء بالكامل بالطاقه الشمسيه بيروح للمدينه يقول لهم لو سمحتم انا عايز اشغل بيتي بالطاقه الشمسيه، بيقول له اتفضل ادي التكلفه، ادي المعدات، ادي الامور الفنيه، شغل بيتك بالطاقه الشمسيه. والله يعني بصراحه يعني استعدادات هائله جدا قامت بيها، مش هنقول محافظه شرم الشيخ، قامت بيها الدوله على اتم الاستعداد. كل الوزارات مشتركه، كل الوزارات طبعا يعني على اتم الاستعداد طبعا لمؤتمر كوب 27 اللي هو خلاص ايام قليله ونبداه. الاستاذ تامر اسماعيل الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا يعني انتم شايفين طبعا الاستعدادات الهائله اللي قايمه بيها مدينه شرم الشيخ من كل الوزارات وكل الجهات المعنيه زي ما وضح لينا الاستاذ تامر لاخراج المؤتمر في اكمل او في ابهى صوره، وان ده اهم مؤتمر على فكره في القرن العشرين، مؤتمر المناخ كوب 27.